طيب ايه رايك نروح لطنجة ونقدر نعرف اخبار الفرقه ايه، لان هم انا يعني عرفنا واحنا قبل الهوا مع بعض ان هم خلاص وصلوا بالسلامه وصلوا، فخلينا نروح لكريم احمد وزميلنا هناك ومفادنا وافد قناه النادي الاهلي في طنجة عشان نعرف منه تفاصيل وصول البعثه وطبعا اكيد دخول الاوتيل. ازيك يا كريم؟ برحب بيك طبعا كابتن، كابتن عيسى السعيد، وكل التحيه للزميل العزيز احمد سعيد ويا احمد سمير، ويمكن يا رب ان شاء الله باذن الله يعني ما نتنقلش بقى تنقلات ثانيه لان مجهود وصعوبه كبيره جدا الحقيقه. يا رب ان شاء الله تكون ميداليه للنادي الاهلي في طنجه بمشيئه الله. طيب خليني اكلمك قبل الاستعدادات والتمرين وكل حاجه يا كريم. انا 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 مدرك تماما ان اللعيبه نفسها في يعني قناعتها وفي تفكيرها انها كانت قادره توصل للمباراه النهائيه. عايز اتكلم على الحاله المعنويه لانه هدفنا لسه ما انتهاش وعندنا مباراه مهمه جدا وعندنا انجاز ممكن جدا نحققه ان شاء الله في مباراه يوم السبت. طمني على الحاله المعنويه للفريق بعد مباراه امبارح. يعني طبعا بالتاكيد في البدايه لابد ان احنا نوجه الشكر الحقيقه لكل لاعبي النادي الاهلي، لمستر كولر صاحب الشخصيه الحقيقه الذي لا يهاب المباريات الكبرى. كنا نقدر الحقيقه يعني سيناريو المباراه وتوقيت الهدف يعني واصلين للدقيقه 90 المباراه 2-1، لكن الحقيقه يمكن هي يعني اخطاء بسيطه جدا يمكن وقع فيها للنادي الاهلي. خبرات الكبيره جدا لريال مدريد قدرت ان هي تحسم هذه المباراه، لكن باكد لك المعنويات ثابته، المعنويات مرتفعه، المعنويات موجوده مع لاعبي النادي الاهلي، الرغبه موجوده بمشيئه الله ان احنا نعود من هنا بميداليه تكتب في تاريخ صفوف لاعبي النادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني. هي سيناريو المباراه والاجواء وكل الظروف الحقيقه ممكن كل تابع، لكن الحقيقه المعنويات مرتفعه. ليه؟ لان هقول لك ان كل الصحف هنا وكل بيشيد بالنادي الاهلي بشخصيته بالقتال الكبير جدا اللي كان عليه وبالروح الكبيره جدا، لكن هي كره القدم هي اللي بتعلمنا الاخطاء. مباراه كانت صعبه جدا على فريق النادي الاهلي، الاجواء الحقيقه الجماهيريه كانت اكثر من رائعه، لكن لمسنا في الاستاد الحقيقه ان الكل كان بيحاول ان هو طبعا يشجع ريال مدريد. طبعا اشقائنا المغاربه كل الاحترام والتقدير ليهم، لكن كنا متواجدين زميلي احمد كابتن هيثم متواجدين في الاستاد. طبعا ريال مدريد قيمته كبيره جدا جدا هنا في المغرب، لكن كان عندنا امل ان يكون السبورت اقوى من كده الحقيقه من اشقائنا المغاربه، لكن يا رب ان شاء الله ننتظرهم في المباراه القادمه مباراه الاهلي وفلامينجو اللي هتقام هنا طبعا في طنجة على استاد ابن بطوطه. بنرجع من جديد لاستاد ابن بطوطه، تنقلات واحده من اصعب السفريات الحقيقه على فريق النادي الاهلي في التنقلات، مجهود كبير جدا، لعيبه النادي الاهلي بتبذل مجهود كبير في التدريبات، سفر 3 ساعات ده امر صعب جدا على لعيبه النادي الاهلي. الجهاز الطبي الله يكون في عونه، الجهاز الفني بيحاول ان هو ريكفري كل يمكن كل تدريبه بيحاول ان هو يؤدي للجرعه التدريبيه بشكل بسيط، لكن الحقيقه يمكن لعيبه النادي الاهلي عندها هدف بمشيئه الله. جمهور النادي الاهلي منتظر بمشيئه الله للنادي الاهلي في مباراه فلامينجو، مباراه ايضا صعبه جدا جدا على فريق النادي الاهلي نظرا ل فلامينجو اللي بيمتلك سرعات عنده خبرات كبيره جدا، فريق مميز، لكن ان شاء الله باذن الله تبقى الثقه الكبيره جدا في لاعبي النادي الاهلي وادائهم المميز وتركيزهم في التدريبات واصله مرحله بمرحله. عندنا يمكن تدريب وحيد غدا بعد مجهود سفر كبير جدا، هيكون تدريب رئيسي واخير لفريق النادي الاهلي، ومنها بمشيئه الله يوم السبت ان شاء الله باذن الله 4:30 هنا بتوقيت المغرب هتكون مباراه الاهلي وفلامينجو البرازيلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون في عون لاعبي النادي الاهلي في المجهود الكبير، وايضا مستر كولر يكون محضر بشكل كبير جدا في ضيق الوقت الحقيقه اللي صعب جدا على اي مدير فني ان هو يكون يعني ملم بشكل كبير جدا بكل الامور، لان عايز اكد لك على يمكن التنقلات امر صعب جدا وده اللي بيشكي منه لعيب النادي الاهلي، لان يمكن التنظيم احنا مش هنقدر نتكلم على التنظيم، لكن كنا نقدر ان احنا اهدى من كده الامور، كان ممكن يكون الموضوع في الرباط او في طنجة فقط لا غير، لكن يعني الامر صعب شويه، لكن ان شاء الله ما فيش صعب على النادي الاهلي. طب كريم يمكن النهارده كان السفر كام ساعه، يعني برضو عايزين نعرف الساده المشاهدين اتحركتوا من الساعه كام بالتفصيل اكتر عشان يبقوا عايشين معانا الاجواء قد ايه اللعيبه تعبانه او حاسه طبعا اكيد بصعوبه التنقلات. قول لنا اتحركتوا من الاوتيل من الرباط الساعه كام، وصلتوا طنجة خدتوا وقت قد ايه في 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 الباص، هل كان في توقف في النص مثلا شربتوا حاجه، يعني كلمني بالتفصيل لغايه ما وصلتوا الاوتيل وتناولتوا مثلا وجبه ولا حاجه، واللعيبه احكي لي بالتفصيل من اول ما غادرتوا الرباط يا كريم. يعني هبدا معاك يا كابتن هيثم زميلي احمد بتدريب صباح النهارده كالعاده طبعا لفريق النادي الاهلي، كان 12:30 ظهرا هنا بتوقيت المغرب، مباشره رجعنا على فندق الرباط، تناولوا لاعبي النادي الاهلي وجبه الغداء ومنها مباشره الى طنجه 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف الحقيقه، يمكن اكيد بعد ساعتين توقفنا في ريست بسيط لمده 10 دقائق ومنها من جديد استكملنا طبعا المسيره او المشوار الطويل جدا هنا الى طبعا طنجه 3 ساعات 3 ساعات ونصف وصل لاعبي النادي الاهلي. لكن الامر المهم جدا الحقيقه الترتيبات الاداريه في فندق
فندق الاقامه، سبق البعثه طبعا الكابتن سمير عدلي اللي بيقوم بدور كبير جدا كالعاده في التحضيرات والترتيبات مع الكابتن ماهر عبد العزيز الاداري طبعا لفريق النادي الاهلي، كابتن احمد فوزي الامور الترتيبيه والاداريه دي مع التنقلات الكبيره جدا بتحتاج ان يكون في خبره ودقه كبيره جدا. فور الوصول كالعاده في اقل من 5 دقائق او 10 دقائق كل لاعبي النادي الاهلي استلمت طبعا الغرف لتناول طبعا وجبه الغداء وجبه العشاء مباشره عقب الوصول. رحله صعبه جدا على فريق النادي الاهلي، لكن خلاص يمكن هو ده القدر وخلاص مش هنتكلم على الظروف. تحديات يا رب تكون رغبه كبيره جدا وتكون معنويات لاعبي النادي الاهلي مرتفعه في المباراه القادمه. لكن التاثير هنا الجو بقى، يعني احنا من تطوان الى طنجه الى الرباط الى طنجه، يمكن الجو في طنجه مختلف بشكل كبير جدا عن الرباط. الرباط كان اهدى شويه، كان فيه شمس ما كانش فيه بروده، لكن مجرد الحقيقه وصلنا الى طنجه رجعنا تاني للطقس البارد للهواء الشديد، كمان يمكن شفنا غدا هيكون في بعض الامطار. فيا رب ان شاء الله الجو يكون مستقر لان درجه الحراره هنا متقلبه بشكل كبير جدا. موعد المباراه هيكون 4:30، هيكون في بروده شديده وهواء شديد جدا، لكن يا خلاص يعني نقدر نقول كل الامور دي هتكون تحدي كبير لفريق النادي الاهلي، هتكون امر مهم جدا يا رب تترجم بالنجاح ان شاء الله ان شاء الله. خليني اعرف منك يا كريم، يعني النهارده مثلا سواء قبل التمرين او حتى في فندق الاقامه او حتى اثناء رحله السفر من الرباط لطنجة، مستر كولر بيتكلم مع يعني في ايه مع اللعيبه، يعني ايه اللي بيتقال، ازاي بيحاول يخرجهم؟ انا عارف طبعا ان هو شخصيا يمكن وفي تصريحاته بعد المباراه قال انه كان متوقع اداء افضل من كده او نتيجه افضل من كده، لكن عايز اعرف انت عندك كمان اقل من 48 ساعه مباراه في منتهى الاهميه وما زال اللعب على منصه تتويج قائم، يعني في امل في ذهبيه في برونزيه ان شاء الله، الذهبيه تبقى اللي بعدها باذن الله ان شاء الله باذن الله، في امل في برونزيه رابعه في تاريخ النادي الاهلي، فايه الكلام اللي بيتكلم فيه مستر كولر مع اللعيبه؟ يعني اكيد يمكن مستر كولر عقب انتهاء المباراه مباشره اجتمع بلاعبي النادي الاهلي صباح اليوم الحقيقه النهارده، واكد على اكثر من نقطه لابد ان احنا ننسى كل المباراه بما فيها، ده كان امر مهم جدا، لسه الحلم موجود، لسه عندنا مباراه مهمه نقدر نحقق بها ميداليه، تقدر ان انت تحقق اربع ميداليات برونزيه على التوالي، ده يكتب في تاريخ النادي الاهلي. الراجل بيحاول بشكل كبير جدا ان هو يعني يخفف شويه موضوع السفر والجهد الكبير. كل لعيبه النادي الاهلي الحقيقه يمكن كانت في حزن شديد جدا غدا، يعني مفيش بعيد عن في كره القدم مفيش مستحيل في كره القدم، سيناريو المباراة الحقيقة يعني كان مهم جدا ان احنا ناكد على سيناريو المباراة. لكن عايز اقول لك مستر كولر مميز جدا الحقيقة في الجانب النفسي، بيحاول ان هو ياكد على اللعيبة يخرجهم من الحالة طبعا ان هم متواجدين فيها، لكن بقول لك المجهود الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني بالكامل من رفع الضغوطات والحرص الكبير جدا ان انت تكون جاهز وان انت تكون عندك التفكير في القادم، ده اللي بيقوم بيه مستر كولر. خلاص يمكن الامور انتهت، الراجل حاول ان هو يتكلم مع لعيبة النادي الاهلي النهاردة كمان في التدريب، انقسم التدريب جزئين، جزء طبعا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي اللي شاركت في مباراه الامس ما شاركوش، والجزء الثاني شارك، لكن عقب العوده مباشره اجتمع بكل الفريق للتاكيد على اهميه المباراه القادمه، للتاكيد على حلم جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي منتظركم، منتظر شكل يليق باسم النادي الاهلي، اديتوا اللي عليكم في مباراه ريال مدريد، منتظرين تالق ومنتظرين حرص ومنتظرين كمان تصحيح اخطاء كبيره جدا، استغلال الفرص، كل ده الحقيقه مستر كولر اكد عليه مع لاعبي النادي الاهلي. خبراتنا كبيره جدا مع اللاعبين، لكن هي الظروف وهي دي كره القدم، لكن الحلم موجود ولسه الامل موجود والتحدي موجود مع فلامينجو اللي هتكون مباراه اصعب، انا شايفها مباراه اصعب الحقيقه من ريال مدريد، لان هم يمكن عندهم سرعات كبيره جدا بيتميزوا بخطوطهم متقاربه، فمحتاجين مستر كولر يكون واضع الخطه مركز حاطط سيناريوهات، حاطط سيناريوهات الحقيقه ممتازه الحقيقه في مباراه ريال مدريد، نتمنى السيناريوهات المميزه جدا تكون في مباراه فلامينجو، وان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي على الوعد زي ما وعدوا كل جمهور النادي الاهلي ان احنا بمشيئه الله نعود من طنجه بميداليه برونزيه تحسب في دولاب بطولات النادي الاهلي وايضا كمان لكل لاعبي النادي الاهلي. كريم معلش انا يمكن في حاجة فيها لبس هنا جامد في الإعلام، فلامينجو في الماتش اللي فات مع الهلال اطرد لاعب وكان هو جيرسون اللي اطرد لاعب خط الوسط، وده كنا شفناه في المباراة وهو بيطرد ولكن خد كارت أحمر، ولكن في ثلاث لعيبة محطوط لهم ثلاثة ريد كارد ما تمش الإعلان عنهم، يعني احنا هنا مش عارفين مين الثلاثة اللي اطردوا، هل أنتوا في البعثة عارفين مين الثلاثة اللي اطردوا من فلامينجو ولا لأ؟ يعني لسه المعلومه دي الحقيقه اول مره اسمعها طبعا منك، الثلاثه اللي غير طبعا واضحين للاعلام او واضحين بشكل كامل، لكن اكيد بالتاكيد في خلال الساعات القادمه او غدا بمشيئه الله كل الامور دي هتكون واضحه. انت عارف مجرد الوصول الكل بيحاول ان هو يعني بيحاول ان هو طبعا خلاص كله دخل على الاوض وكله بيحاول ان هو يفكر في القادم ويفكر في مباراه الغد، لكن ما عنديش معلومه الحقيقه صحيحه في هذا الامر كابتن هيثم. فلامينجو موجود في طنجه اوريدي، يعني هو وصل ولعب مع الهلال في طنجه وهيلعب مباراه الثالث والرابع برضه في طنجة، يعني ما تحركش او ما سافرش داخل المغرب، مظبوط؟
بالظبط بالظبط زميلي احمد، يعني يمكن هو عنده البونص شويه في موضوع الجو وموضوع طبعا ارضيه الملعب وموضوع أيه ملعب ابن بطوطه، لكن نادي الاهلي هو الحقيقه اللي يمكن يعني اجتهد بشكل كبير جدا وارهاق كبير جدا من ابن بطوطه لمولاي عبد الله لملاعب فرعيه لسفر كبير جدا، يمكن الادفانت شويه رايح لفلامينجو، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي مهما كانت الطقس ومهما كان ارضيه الملعب ومهما كانت الصعوبات هو حلم كبير الله وهدف كبير ان شاء الله لكل لعيبه للنادي الاهلي، فيا رب ان شاء الله يكونوا موفقين زميلي احمد. ثقتنا وثقه جماهير النادي الأهلي بلا حدود، والحقيقة أنه زي ما بنقول دايما في كل المواجهات الصعبة إحنا المطلوب مننا أو من رجالتنا ونجومنا أن هم يعملوا اللي عليهم، النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم يمكن كمان واحدة، مش بس فكرة أنه فلامينجو بطل كوبا ليبرتادورس يا هيثم جاي من البرازيل على طنجة لعب فيها الماتشين وهو قاعد في مكانه، أنت رحت تطوان ثم طنجة ثم الرباط وبترجع على طنجة مرة تاني، لكن كمان يمكن في أفضلية تانية لفلامينجو أنه لعب ماتشه مع الهلال يوم الثلاث، فبالتالي استعد أربع وخميس وجمعة، أنت لعبت في الرباط يوم الأربع بالليل وجاي طنجة يوم الخميس عشان تتمرن تمرينة واحدة يوم الجمعة وتلعب يوم السبت. نظام البطولة فيه طبعا مشاكل كتيرة جدا وفيه أوجه قصور كتيرة جدا، لكن دعواتنا بالتوفيق إن شاء الله كريم. أنا بس يعني فرصة كريم معانا، كريم يمكن يعني محتاجين نعرف البرنامج، هل أنت عندك فكرة عن برنامج بكرة إيه؟ هل اللعيبة هتصحى بدري؟ هتتناول الفطار؟ هتروح تتمرن؟ يعني برنامج بكرة بالتفصيل لغاية نهاية اليوم لو عندك معلومة يبقى كويس جدا. بالتاكيد يا كابتن هيثم، طبعا يعني هقدر اقول لك كالعاده اليوم الاعتيادي لفريق النادي الاهلي غدا هيكون نتناول وجبه الافطار العاشرة صباحا، طبعا انت عارف التدريب هيكون 12:30 هنا بتوقيت المغرب، يعني هو ده يمكن ميعاد محدد الحقيقه للاعبي النادي الاهلي سواء في تطوان او في طنجة او في الرباط، فيمكن 12:30 ان شاء الله يكون تدريب فريق النادي الاهلي الوحيد والرئيسي غدا بمشيئه الله على الملعب الفرعي المجاور طبعا لملعب ابن بطوطه اللي هيستقبل هذه المباراه، وعقب العوده طبعا الامر الخاص بقى بالغدا ومنها المحاضره الفنيه الاخيره اللي بيكون في فندق الاقامه اللي بالتاكيد محاضرة مهمة جدا هيكون فيها هايلايتس لعيبة النادي الاهلي، هيكون فيها تأكيدات، هيضع مستر كولر التشكيل غدا بمشيئة الله ان شاء الله، فيا رب يكون موفق باذن الله في تشكيل الغد، ويا رب ايضا كمان لعيبتنا يكون عندها الاصرار والرغبة الكبيرة والشخصية الكبيرة ان شاء الله ان احنا نرجع من هنا بميدالية برونزية تليق باسم النادي الاهلي، مش بعيد على النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، كل المناخ وكل الظروف تكون معاك كابتن هيثم ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من مدينة طنجة في المغرب، دي اخبار بعثة النادي الاهلي وفرقة النادي الاهلي النهارده.